شي الحراره بزاف، كانت الحراره بزاف، وانا كنت خدام ما كنديرش الشعر، ما عنديش الوقت باش نمشي للبحر ولا هذه. ايوا حقيقه حتى الرباط وصلت له هذه الحراره يعني ملموسه، بحيث 33 34 وكنسمعوا بالمناطق الداخليه كاين حتى 43 فاس مكناس. ايوا هادشي الحمد لله، ولا غادي في الرصيفه ولا حسب الحراره. اللهم عنا حنا مزيانه القضيه مزيانه، الله يسخرين اللي سخونين بزاف باش نسمعوا في التلفازه. المشروبات الماء بارد، سميتو العصير، المناضة، اي حاجه بارده يشربوها مع هذه الحراره هذه. ايوا اش نقول لك، الماء ولا عصير الليمون، هادشي اللي كاين. عصير الليمون مزيان تاهو. الناس ما بقاوش يطيقوا يجلسوا في المنازل ديالهم ولا هادي، تيلتجؤوا للشواطئ. وكي بطبيعة الحال تياخذوا السوائل بزايد والمبردات. المهم تيحاولوا ما امكن يهربوا للبلايص اللي هي يعني ترفيهيه وبارده، وخصوصا في المساء تيخرجوا الناس بكثره، تخرجوا السواحل. اللي مشى للبحر سمعني شحال من واحد تيدي للبحر، كاش ما غاديش نمشي لنا للبحر، تنبقى مخبيه في الدار، تنخاف من البحر انا ما نمشيش ليه. ايوا الناس راه يعني جائحه بوحدها، ولكن الناس راه ما بقاش مكثرته بالجائحه، لان هذه الحراره المفرطه تيقولوا خصنا الشاطئ، والدراري اللي عندهم وليداتهم راه كيبغيو الشاطئ بطبيعه الحال. ايوا هو هذاك الاقتضاد راه في كل بلاصه، اما الشاطئ راه باقي شويه. ايوا الا بغاو يديروا شي تنظيم للجلوس في الشاطئ يقدروا يديروها، يعني يكون شويه اسباسي ولا شي حاجه. الا بغاو خصهم يكون شي قوانين، والا ما كانتش قوانين الناس راه فيما لقات تجلس. البحر خاص سميتو الناس يبعدوا، يدير تباعد بيناتهم باش ما يكثرش هذاك المرض. المرضى جادوا كثر، جادوا كثر، يديروا التباعد بيناتهم باش ما يديروش الحاجز ويشدوا لينا وهذا، يديروا البعد بيناتهم. واللي تيمشيو للبحر بزاف حدي راسهم من اللي غرقوا، ولو يعوم يعوم غير في الطريف ما يدخلش الداخل.